هو بعدا طيح حجر خلاص. في إطار هذه المبادرة التي تنعتبروها إيجابية كمجلس جماعي لردم هذه الآبار المهجورة والمتواجدة للأسف بجانب طريق يمر منها الراجلون والراكبون، وطريق يعني مستعملة من طرف المارة وتابعة للنفوذ ديال المقاطعة الحضرية الخامسة، نقوم بهذه الحملة رفقة الأخت السعدية قائدة الملحقة الإدارية الخامسة، وهي مناسبة أشيد بالمجهودات التي تقوم بها وبتواصلها المستمر مع الساكنة ومختلف الفعاليات، والتي نجدها دائما رهن إشارتنا في مختلف المبادرات التي تهم الساكنة. بطبيعة الحال لما اتصلنا بها جاءت هذه المبادرة في إطار ما يتعرفه البلاد بعد وفاة المرحوم الطفل ريان رحمه الله ورزق والديه الصبر والسلوان، لردم هذه الآبار المهجورة والتي هي كثيرة للأسف. احنا غير في إطار نفوذ المقاطعة الحضرية الخامسة وجدنا مجموعة من الآبار المهجورة كانت عارية، والخطورة ديالها الشديدة تكمن في أنها كانت تدور بها مجموعة من الحشائش اللي تجعل المارة لا ينتبهون إليها، ولكن لله الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى أن ما وقعت تحت شي كارثة ولا شي ضحية وقعت لنا فيها، هذا من فضل الله. ولهذا كانت المبادرة مشينا فيها وكانت حملة لردم هذه الآبار لما تشكله من خطورة على الساكنة وعلى المارة، وحنا راه الإشارة ديال مختلف المقاطعات الإدارية كمجلس بلدي وكنائب الرئيس مكلف المستودع البلدي والمصلحة التقنية، أنا راه الإشارة ديال الإخوان رجال السلطة خصوصا قياد المقاطعات، أي حملة تهم ردم هذه الآبار نحن راهنا إشارتهم بالأسطول التابع للجماعة وبعمال الجماعة، لأن هذه المسألة تهم الحفاظ على حياة المواطنين والسلامة ديالهم الجسدية. وللأسف نجد بعض الآبار أن كاين بعض المنحرفين وبعض يعني الناس اللي شافاهم الله يتخذون منها ملجأ، مما يشكل خطرا إضافيا ربما ملجأ وكرا للانحراف والاعتداء، وربما تعرض طفولتنا العزيزة للاغتصاب أو إحدى هذه المظاهر. هذا يفرض علينا مسؤولية كمنتخبين كسلطات كفعاليات مدنية ومجتمع مدني أننا ننتبه لهذه الخطورة، وكنوجه ندائي لجميع المواطنين وجميع الجمعيات وجميع الفعاليات، أي بئر مهجور يبلغوا عليه سواء السلطات المحلية أو السلطات المنتخبة، نحن رهنا إشارة للجميع حتى نتفادى هذه الخطورة. وشكرا لكم على هذه التغطية وعلى هذه المواكبة، والشكر موصول كذلك للأخت السعدية قائدة الملحقة الإدارية الخامسة، والأخ سائق التراكس سائق الجرافة، والعمال المستودع البلدي، والأخ المشرف عليه، وكل من يساهم في هذه البادرة الطيبة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.